أيها الأحبة، مساء الخير، أحييكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج كاتب وكتاب، وأنا أستضيف العزيزة رنا العسلي، الأديبة والشاعرة والمثقفة التي نعتز بها، نستضيفها هنا من أجل أن تمثل هذا الحقل الإبداعي الجميل الذي تكتبه والذي تعيشه أيضا الكاتبة، المرأة بكل حواسها وطاقتها وبكل مواهبها على نحو جلي كما يظهر في هذه الكتب التي يعني أنا أعتذر بأنها غير موجودة الآن لنضعها هنا على المنضدة، ولكنها ستبدو لحضراتكم أيضا من خلال هذا الحوار بين حالة وحالة وبين مشهد ومشهد. كتب العزيزة رنا العسلي كثيرة وهي متنوعة وفي أجناس متعددة، وهناك أيضا أشكال كثيرة لهذه الكتابة لعنوان واحد مثلا، سواء كان في الرواية أو في كان في النصوص الشعرية، وهذا يعني مدعاة لسؤال مهم جدا، كيف يعشق الكاتب هذا العنوان فيحوم حوله مثل الطيور التي تحوم حول الغدران. أنا سعيد بهذا اللقاء وأرجو من حضراتكم التلبث لمعرفة هذه الكاتبة العزيزة التي انتشر اسمها وذاع أيضا في هذا المشهد الأدبي خلال السنوات القليلة الماضية وبسرعة، كما يقال حينما تنتشر النيران في هشيم جاف فهي تلتهم كل الأشياء، فهي ما شاء الله عليها هي من الأسماء الأدبية التي نعتز بها. عزيزتي رنا العسلي، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء، وأرجو أن نقضي معا في هذا الفضاء وقتا طيبا لنقدم حديثا طيبا أيضا للقراء، ليتعرف القراء إلى هذه الأديبة الكاتبة التي تركت ونحت الكثير من الأشياء من أجل أن تكتب هذه النصوص التي تقدم هذا المجتمع وتقدم هذه الأرواح التي تتشوق من أجل أن تكون من الأرواح الصاعدة والجميلة التي تبني والتي تعمر والتي تؤثث لكل هذه الطيبات أو لكل هذه الأحلام التي يعني نحلمها. أهلا بك في هذا اللقاء، وأرجو منذ البداية أن يعني نتعرف من هي رنا العسلي. شكرا لك على هذا التقديم الجميل، وأجمل ما في هاللقاء أنه يكون المحاور شخص من نفس الوسط الثقافي ومن نفس البيئة، لأنه هو بيكون الأقدر أنه يفهم مغزى السؤال وشو المطلوب منه. حتى كمان رنا العسلي بلشت بالكتابة من لما كان عمره شيء 8 سنين 10 سنين بقصص أطفال بسيطة عقد ما قدرتها بهذاك الوقت أكيد. كملت بعدين بالمرحلة الثانوية والجامعية، وقفت بأول سنة بالجامعة هون لما تزوجت، تركت الكتابة شيء 15 سنة. شو كانت الدراسة في الجامعة دكتور؟ كانت جغرافيا. جغرافيا. طبعا كانت مو رغبتي هي، مثل ما بيقولوا كانت حابة أدخل أدب عربي أو فلسفة، وما ساعدتني العلامات بهذاك الوقت. فدخلت الفرع اللي حقق لي طبعا المجموع فيه. تركت الدراسة، تركت الفرع، تزوجت، صرت ست بيت، تركت الشعر، تركت الكتابة، انعزلت تقريبا شيء 15 سنة تقريبا عن الكتابة وعن الجامعة. تقريبا. وعن كل شيء. عن كل شيء. التفتت للأولاد، لتربية الأولاد وللبيت. بين قوسين كرهتيها للحالة الزوجية ولا حبيتيها؟ لا مو بالعكس، مو لأني كرهتها، لأني حبيت أعطيها وقتي كله، يعني حسيت أنه بهدي بهي الفترة كانت هي الأهم. صحيح. بتنتقل المرة الست بالعموم تنتقل حياة جديدة بعيدة عن حياة أهلها. صح. فهي مضطرة أنه تكون أعطيتها الوقت لتفهمها وتتعامل معها بشكل صحيح. أكيد. رجعت للجامعة بسنوات متأخرة، دخلت فرع التربية رياض الأطفال. كان عندي شغف مو طبيعي بالتعرف على العالم. ما كملت في الجغرافيا؟ لا ما كملت، وقفتها. عدتي بكالوريا؟ لا، على بكالوريتي القديمة. هي من الشغلات اللي سمحت لنا فيها التعليم المفتوح بيقولوا بهي الفترة. ورجعت للشعر، رجعت للكتابة، تعلمت مهنة، تعلمت الإعداد المدبلج بهي الفترة، فصار مثل ما بيقولوا حركة نشاط طبيعية يعني مع بعض. بالدراما. تماما. بالمناسبة يعني صحيح أنا وياك عم نتقاسم هذا الفضاء، ولكن أيضا وياك عم نتقاسم، أنا في اختصاص بعد ما خلصت الجامعة أنا تخصصت أيضا بعد دبلوم التربية، دبلوم دراسات عليا في رياض الأطفال. في كلية التربية بجامعة دمشق. دراسة رياض الأطفال فتحت لي عيوني على كتير شغلات نحن بنكون بنعرفها بالفطرة. صحيح. ومنعرفها لما أنجبت وجبت أولاد، فبتصير من الخبرة اليومية مع التعامل مع الطفل.
بس رياض الأطفال فتح لي عيوني على كثير شغلات، دخلت فيها لعالم ذوي الإعاقات، الاحتياجات الخاصة، اليتم، فكانت التشرد والتمرد العدوانية سبب إني أكتب فيها كثير برواياتي. يعني أنا تقريباً أغلب قصصي القصيرة رواياتي ذاكرة فيها شيء عن معاناة الطفل بضمن السيرة. نعم. حسيتي أنه يعني أخذ هذه الإجازة الجامعية يعني أمر ملح في الحياة، ولا يعني كان هو رغبة شخصية أنه لا الواحد في شهادة أو في دراسة عليه أن يكملها؟ هلا هي ما بيصير نقول أنه الواحد المفروض يترك أو الوحدة تترك، لازم تكون توازن من التنتين. نعم. وتقدر تنجح بالاثنين مع بعض. نعم. بس يمكن كانت حالة نفسية أني أنا حبيت بهذيك الفترة أني أتفرغ. يمكن طبعي أني أنا عندي شوي حساسية وحنية زيادة، فأنا ما قادر أترك ابني لروح الجامعة، ما قادر. نعم. أترك ابني لروح الوظيفة. نعم. يمكن كنت الظروف مهيئة أني أنا أقدر أكون بالبيت بهذه. نعم. الفترة. نعم. في ناس عم يحسنوا يوفقوا بين الاثنين وينجحوا بالاثنين، تنجح كأم وتنجح كموظفة أو صحيح. كجامعية، ما لها مقياس أبدا. ممكن هي تعتمد على رياض الأطفال البيوت يعني التي تعتني بالأطفال، أو ممكن يكون في الوالدة أو بيكون والدة الزوج أو أخت تماماً. الزوج يعني دوما معين بيكون موجودة. طيب المكان من وين أستاذة رنا حضرتك؟ أنا من حلب. من حلب، من مدينة حلب أم من الريف؟ مدينة حلب. وحلب عشتي فيها كل فترة قبل الزواج؟ أي. وبعدين جيت للشام؟ أي، أنا جيت على الشام بعام 98. 98. فأعتبر عشت بالشام طبعا أكثر ما عشت بحلب بهذيك الفترة. نعم. بس مثل ما بيقولوا بيضل الواحد شغف للمدينة اللي خلق فيها وتربى فيها وأخذ منها عاداتها وتقاليدها، ولو أنه الشام صبغت علينا كثير، صبغت على طبعنا كثير عادات جديدة. الشام في عادات وفي تقاليد وأعراف وتصورات أيضا جديدة، ولكن لحلب أيضا هذا مجتمع في ممتلئ بالغنى. صح. في العادات وفي التقاليد وفي التعارف. صح. والعلاقات مع الناس، وبعدين ماضي، في ماضي غير صحيح. عادي. صحيح. وبعدين في يصبغ المرء بصباغ البيئة، يعني أهل حلب هم أهل طموح، وهم. صحيح. أهل أيضا بيحفرهم حواليهم من أجل وجود هذا الفضاء أو الشخصية من أجل أن تكون موجودة. صحيح. طيب يعني هذه أنا أحب حلب، لأني أنا في بداية حياتي العملية أنا أول سنة أدرس بعد دور المعلمين درست في حلب، ولم أدرس في المدينة وإنما درست بالأرياف في الريف. صحيح. من أجل أن أخذ الراتب كاملا بالريف. صحيح. ما أرادوا أن أعلم أنا في مدرسة هناك بنسميها المدرسات اللي يعني اللي هي نموذجية، ولكن أنا رفضت وذهبت إلى ودرست في قرية اسمها تل حدية، هي على طريق يعني قبل الدخول بحلب بوقت قليل. طيب البدايات الأدب أستاذة رنا، يعني بدايات الأدب كانت أو الاتجاه إلى الأدب أو الاتجاه إلى الشعر بشكل عام، يعني كانت متى؟ يعني في المرحلة الثانوية مثلا أو في مرحلة الجامعة أو مع هذه الشواغل التي شغلتي بها داخل البيت؟ بالبدايات كانت قلت لك كنت بالابتدائي، ذاك بالآخر مرحلة الابتدائي. في الابتدائي كنت طفلة عم بلعب بألعاب. نعم. بهذيك الأيام. نعم. كان نحن تسليتنا أو تسلية الطفل لعبة. نعم. ما كانت مثل هي الأيام. نعم. وهالتكنولوجيا الحديثة الله يسلمك. فكان انتبهوا أهلي وقتها على الملاحظة أني أنا عم بحط الألعاب مقابل بعضهم وبحكيهم، بخترع قصة من عندي. فهن وقتها وجهوني قالوا لي أنه حولي الشيء اللي عم تحكي لكتاب اكتبي. نعم. نعم. الماما البيت؟ بالبيت. كنت فماما هون وقتها كانت تركز على لغتنا العربية بشكل مو طبيعي، تحاول قدر الإمكان. الوالدة ايه ماما درسة. محامية. محامية. والوالد؟ وبهديك الفترة حتى كمان ماما كانت تربوية، مديرة خريجة صف خاص، مديرة. نعم. مدرسة كانت بهديك. نعم. الفترة، وكمان درست عكبر، تركت سلك التربية. نعم. ودرست الحقوق وصارت محامية، وأنا كنت لسه صف سابع يعني. نعم. ولذلك قلت لك أنا الشخصية الحلبية. ايه؟ شخصية طموح. ايه. والوالد فما اكتفت، بابا تاجر. تاجر. بعيد عن مثل ما يقولوا عن العلم، بس بنفس الوقت مثقف. كان حدا مثقف. بحب عالم الرسائل، بيحبوا يكتبوا يومياتهم مذكراتهم هي. نعم. القصص. نعم. اللي بيناتهم حتى هو وماما بمراحل معينة، فكانت كلها على الورق تنكتب. نعم. صحيح.
صحيح. فصرت اكتب فعلا بهذيك الايام قصص اطفال من خيالي، مو بجوز ما تكون سليمه القواعد سليمه صحيح. اللغه، بس ساعدتني هي الكتابه او البدايات كتابة اني اقوم كما يفعل الاطفال تماما الان تماما تماما. وانا كنت شاطره بالرسم، تقليد الرسم يعني قدامي شخصيه كرتونيه بقلدها مثل ما هي، قدامي منظر طبيعي فيني اقلده مثل ما هو. فكانت عندي مجموعات خاصه فيني على دفاتر، قصه صغيره مع حيوانات مرسومه حواليها كذا. وفي كان نوع من المرجعيه لك، يعني بيجيبوا لك للبيت مجلات او جرائد او المدرسه طبعاً من المكتبه طبعاً. يعني كانت حواليك ماما كانت تامن لنا، يعني كانت بهذيك الايام الخضراء، المجموعه الخضراء روايات قصص الاطفال القصيره، اسمها المكتبه الخضراء كانت. نعم. هي يعني يمكن ما في وحده مالي قريان تعمل نعم نعم. وكان فيها توجيه تربوي كثيرا، كانت يعني كلها فعلا مميزه حتى كلغه عربيه كسلامه سرد من كل النواحي، مشكوله ايضا الكلمات صح. فيها مشكوله وفيها رسوم جميلة. مظبوط صحيح. بعدها بالمرحلة الإعدادية التهينا بالألغاز، كمان كانت مشهورة كثير قصص الألغاز الخمسة المغامرون الخمسة على ما جيت. نحن الشباب كنا رايحين بأرسين لوبين وكان اللغز بحفز شغلات كثير جواتنا صحيح. فأنت بتصير بدك تفكر مع الكاتب مع النص، بتصير بدك تحل مثلهم، فهو كمان شغل لك طاقات بعقلك صحيح. هي لازم ضرورية صح. بالمرحلة الثانوية جيت على أحلام مستغانمة، على روايات عبير العاطفية كأي فتاة بهذاك العمر بيجذب الناحية الرومانسية الصورة الحب هاي القصص. فكان كمان كان فيهم خصوصي روايات عبير. ممكن كتير ناس تنتقد روايات عبير كبداية لحدا مراهق نعم. بس كان فيها شيء من التصوير اللي بيخليك أنت بخيالك تعيش كل شيء، البيت، الحيط، المنطقة، السماء، فأنت صحيح. عم تتخيلون بسبب وصفهم المتين نعم. وصفهم الجميل بيخليك تدخل لعالم الرواية وتتعلق فيها بغض النظر أنك أنت تقريبا أغلب روايات عبير كنت بتعرف النتيجة رح يتصالحوا اثنين بالأخير صحيح. بس السرد هو اللي بيمتعك بيخليك صحيح. أنك تمسك الرواية وما توقف عنها صح. يعني إحنا يعني عم تحكي أنت عم تحكي عن الكل، عننا جميعا عم تمام. تحكي الآن هي البداية، هي بدايتك. نحن كنا بحاجة إلى سلالم نضعها لهذه السلام من أجل أن نطول الكتاب أو نصل إلى غاية معينة صحيح. لذلك هذه الروايات، روايات عبيرة أو أرسين لوبين أو القصص الأخرى التي كانت يعني بين يدينا والمجلات الأخرى مثل سمير، مثل أسامة، مثل الطليعي صحيح. مثل يعني كل هذه الأشياء كانت بين يدينا نحن، كانت أشبه بالسلالم من أجل أن نصل إلى غاية، من أجل هي الغاية لكن موجودة عند الشباك أو موجودة فوق الخزانة وذلك كنا نذهب إليها. لكن عندما الآن ننظر إليها نجد بأنه هي كانت فيها سذاجة وفيها كان بساطة تصل إلى حدود السذاجة خلينا نسميها، وفي حالات عاطفية يعني لا تأتي بشيء لا جدوى منها ولا لا على الواقع ولا تعبر عنه. عندما نذهب إلى الكتاب إلى الكتاب الآخر اللي هو فيه هذه الروح الفنية الموجودة، كتابات للأديبات أو الكتاب، عندما سنجد هناك في صرامة خلينا نسميه فنية موجودة هنا، لا في تسيب فني. وهذا أنا ما لاحظته عندما كنا نقرأ هذه القصص التي لها علاقة بالبوليسية أو الألغاز أو القصص التي لها علاقة بالحزازير أو المسلسلات التي كانت تصدر بالمجلات تمام. المصورة تمام. يعني نحن نقرأ هذا الصور يمكن ما نطلع عليها أو نتفرج كنا أحيانا الكلمات ونشوف الصور كنا نعرف القصة من هذا. يعني أنت تتحدثين عن سلالم أو عن مرجعيات كان لابد لنا من أن نرتقيها من أجل هذا، وهذا لكن كان موجود اللي بيناسب مرحلتنا الفكرية بهذاك الوقت نعم. هذاك الوقت نحن مجتمع بالنهاية معتم، ما كان في نت، ما كان في موبايلات، ما في تكنولوجيا تخليك تطلع برا اطارك صحيح. ومحيطك صحيح. فكان الشيء المتوفر بالمكتبات وبين ايديك هي الروايات، هي اللي بتناسبك بهذاك الوقت. من مدينه حلب يعني كان ربما يكون التلفزيون في موجود عندكم، موجود اكيد التلفزيون بيضل موجود من اسره طبعاً. فيها صح. تاجر يعني ممكن يكون فيها تلفزيون، لكن نحن يعني نحن بقينا لحوالي اوائل عقد الثمانينات نحن ليس لدينا تلفزيون صح. في البيت يعني ليست لدينا نحن نافذه نخرج راسنا نحن من هذه النافذه من اجل نرى خارج صح. إطار صح. البيت. أنا ابن مخيم خارج إطار المخيم، أنا ابن قرية خارج إطار القرية وهكذا يعني صح. ولذلك يعني كانت الآن الوسائل كثيرة وبسبب هذه الوسائل الكثيرة أيضا أصبحت هذه التشعبات الكثيرة صح. لكن أود أن أسأل الأستاذ رنا، أنا أسألك يعني الارتطام الأول مع النص الأدبي أنه أنا بدي أكتب نص أدبي متى كان؟ كانت بمرحلة الثانوية. الثانوية كنت هون دخلت عالم الشبيبة نعم. بعالم الشبيبة صار في مناظرات منتديات ثقافية نعم. بتصير أنت بتطلع بقى أنه على العالم اللي بدك تثبت فيه حالك كشخص نعم. أنت موجود فيه. هون بلشت بقى أقرأ شعر، ما كنت أقرأ شعر قبل نعم.
صرت كنت محطوطه وقتها انا مستلمه لجنه فنيه بالوحدات السكنيه، الله. فكانت مهمتي مثلا اقدم الحفلات، احضر لما نشاط فني على المسرح وقف، فصرت اطلع على الشعر كثير. هون صرت اكتب خواطر، يعني حتى لا تعتبر لا نثر ولا شعر، كانت مجرد هيك خواطر بسيطه، يعني انه شو بيطلع ببالي، حتى مذكرات يوميه شو بيطلع ببالي اكتب. نحن هلا بهي المرحله، يمكن انا ما وصلت بهي العمر لفهمت قد ايه فادتني هذيك المرحله اللي كنت فيها اكتب شو بخطر في بالي. مو بس فادتني، كان لابد منها، كانت ضروره. هي ضروريه، بس هدول كانوا معتمين، كانوا مثل حدا خجول عم يكتب شيء بخصه ومخبي. كثير بتفرق وقتها، بس كانوا بيفيدوك انه انت ملكت قوه التعبير ولو بينك وبين حالك، لو مو قدام الناس. بدايه اول نص هيك نشرتيه وفرحتي فيه كانت على الفيس. كان في حلب ولا كانت على الفيس؟ لا، الفيس. كانت بالشام، كانت على الفيس. اول ما انعمل الفيس، وبعد الزواج، وبعد الزواج، وبعد بسنين، بعد سنين طويله. يعني بمرحله الزواج اكتفيت بس بمذكرات يوميه، شغلات ممكن تعبر عن زعلك، فرحك، قصه صارت معك، مولودك، هي القصص البسيطه. فكانت عباره عن مذكرات. لما اجت الحرب واللي ساوته الحرب بالمجتمع وفينا، يعني بدايتك انت في 2010 2008 هيك بدك تعتبر هيك شيء تقريبا. نعم. لما رجعت مره ثانيه مثل بيقولوا اني اكتب وامسك قلم واحب اني اسس للشيء. وكنت كمان تواصل مع الجامعه في وقتها نفسه، في الوقت نفسه تخرجت ولا تخرجت الجامعه تقريبا يعني دخلت على الجامعه 2016. 16 تخرجت فورا. لا يعني بدايه الكتابه قبل الجامعه. قبل. فتخرجت بسنه 2020 تقريبا، يعني 4 سنين على التمام. يعني ما عم بتذكر تاريخ، قبل بسنه بعد بسنه. يعني امبارح انت مخلصه جامعه. مالي زمان. مالي زمان. هي كانت مجرد كمان يعني مثل الطموح انه انا تركت الجامعه بمرحله معينه. صحيح. وما عشت هي المرحله اللي بيحبوها. فانا رجعت لها، ورجعت لها بجداره، يعني انه مثل بدي اخلص موادي، بدي احضر محاضرات، بدي ما ارسب ولا ماده. ما شاء الله عليك. فحسيت كمان هون بالفرق بين الطالب اللي عمره 18 سنه وداخل على الجامعه وخايف وبده يخلص وخايف الماده، بين الشخص الناضج اللي داخل على الجامعه كحب، هو مبسوط بكل خطوه عم يخطيها فيها بالجامعه. يمكن هذا ساعدني اني انا الاقي مواد الجامعه صعبه علي بعد هالانقطاع الطويل. إيه انت لانه صرتي تقرايها وانت تطلي عليها. ايوه تمام. قبل كنا نرفع الكتاب هيك ونطلع عليه بالعالي. وماني مستعجله عليها، ولاني مالي مستعجله عليها خلصتها بشكل طبيعي ونظامي، وكل سنه بسنتها. يمكن لو كنت خايفه او عندي قلق منها توترني بمراحل معينه وانسحب. طيب استاذه رنا، احنا نروح للنص الاول. كان على الفيس مكتوب النص الاول؟ كان انا مستغرب انه يعني نص بالفيس هيك ممكن واحد يعني ياخده الى فضاءات اخرى. يعني كانت صدفه. قاعدين انا وقرايبين اللي بالبيت، اعملي صفحه فيس، انت بتكتبي صيري نزلي على الفيس. يعني كنت انا حدا محارب الفيس، انه ما بدي اياه وما بدي هالصفحه. عملوا لي هن الصفحه وعملوا لي هن هذا وصيري نزلي فيها. بالاول بنزل كنت صباح الخير صباح النور، شوي شوي صرت اكتب شو بيخطر لي وانا فايقه الصبح عم بتصفح الفيس. مع مرور الوقت صاروا العالم يقولوا لي ليش ما بتطبعي كتاب، وليش هذا الشيء كان غير وارد ابدا انه شو اطبع كتاب. فاول كتاب طبعته هذا تشجيع حماسي يعني. يعني ما اشوف غير اختي من هون امي من هون، انه خلص طبعيهم جمعيهم هيك. فرحت جمعت اللي كنت كاتبتهم بمرحله الاعدادي والثانوي، الخواطر. وسميتها، كان اول كتاب رسائل لم يقراها ادم. خواطر الصبايا الصغار اللي عم يحلموا بالحب، عم يحلموا بفارس الاحلام هذا. فهي كانت رسائل لم يقراها ادم، لانه كانت خاصه فيني. لا نشرت، لا حدا شافها. لا حدا اراها. ادم مجهول. مجهول. نعم. اكيد. نعم. ففي منهم كم وحده كنت انشرهم بهذيك الايام بالمسيره، كان جريده المسيره مشهوره للشبيبه. نعم. صحيح. كنت انشر منهم، فكمان جمعتهم معهم. فكان ديوان بسيط كثير كثير وعفوي، ومين ما بيقراه اكيد رح يشوف الفرق بين اول ديوان واللي وصلت له. لا خلينا عند هذا الديوان، انت حسيتي انه كان في له قبول من اللي حواليك، ام انه او اللي ابعد منك شوي؟ يعني شو الفرق بين اللي قريبين منك قرأوا الديوان والابعاد اللي هن قرأوا الديوان ايضا؟ رح اقول لك فرق الديوان هذا بنظره المقربين والناس البسيطين، وبنظره النقاد. بنظره النقاد كان هذا الديوان مجرد هلوسات بسيطه، خواطر وجدانية بسيطة عادية لأي حدا ممكن يعبر عنها.
بالنسبة للمقربين كانت هي اللغة اللي بيفهموا فيها، يعني أنت بدك تجي تشوف الناس بتلاقي اللغة البسيطة العفوية هي اللي بتكون مثل ما يقولوا الأقرب لقلبهم. لما صرت أكتب بأسلوب تاني وهذا صاروا يقولوا لي صارت لغتك صعبة علينا، فكان هذا الأسلوب هو اللي أقرب لهم. لا هن بدهم يسامحوك لأنه أنت كمان صعدتي، هم في سلم انه هن مو شايفينه، هن ما حيشوفوا هذا وراح ولا راح يفهموا لانه هن بالنسبه لهم حدا عم يقرا شيء بده يفهمه. الان نحن في هذا الشهر، لم تستمر في هذا الشهر يعني بعد هذا الديوان الاول، سواء كان الاتجاه السلبي خلينا نسميه في النقد من النقاد اللي يعني هم اهل المكانه والناس اللي حواليك اللي هم شجعوا لك وصفقوا لك في هذا، لكنك مضيتي في اتجاهات الشعر بطريقه مختلفه الان. هل هذه المغايره كانت نتيجه قراءات، ثقافات، اطلاعات، قراءه الشعر على الاقل خلينا نسميه هذا من اجل كتابه شعر جديد مختلف عن هذا الديوان الاول؟ هل كان هذا هلا كقراءه انا ما وقفت قراءه ابدا. الشغله الوحيده اللي ما وقفت عنها بالمراحل اللي كنت موقفة فيها كل شيء هي قراءة الكتب. بعتبر أنا التغيير اللي صار بسبب الجرأة. بسبب الجرأة. أول ما نبدأ نكتب منكون خايفين نعبر. منكون ناكل هم توقع هالورقة بيتحدد شو بدي يفكر. صحيح. بيكون أنت كحدا أصغر بالعمر بتاكل هم حرفك إنه منيح مو منيح صح مو صح. التغيير اللي صار بالكتابة بعدين هي الجرأة اللي صارت جواتك إنه أنت عم تكتب شيء مقتنع فيه ورح يكون فيه له مؤيد ومعارض أكيد هذا الشيء عم تكتبه، ونحن لازم صرنا نقتنع بفكرة إنه شو ما قدمنا وقد ما كان حلو بنظرنا أو نحن شايفينه شيء منيح رح يكون حلو بنظر بعض الناس وسيء بنظر أو مو سيء ببعض الناس، إلهم انتقادات عليه بيقولوا لك ناقص وكذا ناقص وكذا. هي الانتقادات أنت بتاخذ منها الشيء اللي أنا ما رح أقول إنه هي رح تعلمك، رح أقول رح تاخذ منه الشيء اللي قريب لإمكاناتك العقلية اللي أنت اقتنعت فيه. إنه أنا اقتنعت بهي النقد لأنه ما كله ممكن إقناع. في كتير أنواع نقد ما رح ندخل فيها كلياتها، في من اللي داخل بأمور شخصية، في من اللي له شيء خلفي، في من فعلا أكاديمي وصحيح كذا حدا، فنحن بدنا الأكاديمي الصحيح اللي بيوجهنا لنعمل شيء صح. أنت في عندك كومة آراء أمامك أو مجموعة آراء أمامك الآن تختاري منها اللي بيساعدك أنت من أجل كتابة نص أجمل من النص الذي كان هو مدعاة للنقد يعني بطريقة. أنت مضيتي في كتابة الشعر؟ توجهت للقصة القصيرة، رجعت للقصة بعد هذا الديوان، بعد الديوان الأول كتبت يعني كتبتي شعر أيضا؟ عملت ولا مجموعة قصص؟ لا عملت بعده على شفاه الوجد وعملت بعده على صوتي نبضه، هدول النسر. وعملت بعده على صوتي نسره ومالي من فتره بسيطه البعض مني مهزوم. اخر كتاب نسر. طيب كان انا بدي اسالك انا يعني هذا كتابه هذا الشعر الذي اشتغلتي عليه بالبدايات، حسيتي انه انت عم تتطوري من ديوان الى ديوان؟ حسيتي انه انت ذائقتك عم هذا، وشو السبب كان في وراء هذا التطور؟ طبعا لا اكيد انا بحس بهالشيء وبحس حتى بتغيير كثير بالافكار اللي بكون عم بطرحها حتى بالنسر. يعني انا مثلا باخر ديوان انا ما عم بحكي حب وغزل، انا باخر ديوان عم بكتب عن شغلات يمكن صوفيه، عن علاقتك مع الطبيعه، علاقتك مع الشمس، علاقتك مع الصبح، فيها تامل، فيها فلسفه تماما. بينما قبل مثلا كانت علاقتك مع الغياب، مع الغدر، مع الخيانه، بجوز قبل عن علاقه حب. فكأكيد انا مرحله عن مرحله عم بختار يمكن، او باللاوعي انت بتكون عم تكتب حسب المرحله اللي عايشها، حسب الظرف اللي عم تمر فيه، حسب الشيء اللي عم تقرا ممكن يكون اثر فيك. يعني انا مره قريت للرومي كتاب نار العشق، كتبت قصيده نثريه من تأثري بالكتاب قد ما انسجمت مع الكتاب. وحتى هذا النص ربح بمسابقه بمصر وانطبع بكتاب مجمع. هذا النص النثري. فكمان ممكن تتأثر بشيء أريانه، مو بالضرورة شعر، ممكن رواية يعني معلومة هذا تكتب عنه كمان. يعني جلال الدين الرومي واحد من الأسماء الكبيرة التي لا يمكن أن يمر مهما كانت ثقافته الواحد أن يمر بمؤلفاته ولا يتأثر بها، وهذا أمر طبيعي. لكن أنا ألاحظ على النصوص التي أنا استطعت يعني أنا يعني مطلع وبخبي كتير يعني ما بحكي للآخرين وأنا مطلع على تجاربهم، ولا سيما أنا بيني وبينك يعني ما في مشتركات لقاءات أو أمسيات مع بعض أو إنه لقاءات مع بعض، ولكن أنا أتابع أقرأ. أنا أشعر بأنك عندما تكتبين هذا النص الذي فيه الغزل والذي فيه أيضا البوح والذي فيه التنهدات
والذي فيه الكثير من هيك الانحناء أمام الرجل. يعني أنا لا تسرني مثل هذه النصوص، بحس أنه أنت تغادرين مربع الأنثى أو مربع المرأة الفرد. يعني الأنثى ممكن هي تخضع للرجل، ممكن الرجل من خلال رجولته أو ذكوريته هو ممكن ينحني أيضا للمرأة الأنثى، ولكن هذه الفردانية أنه أنا أشعر بنفسي أنا فرد مو بس أنثى جميلة وحلوة وشعري طويل وأنا طويلة وأنا يعني زينة خلينا نسميها، أو أنه حالة إعجاب أو صورة أمام الناس أنه أنا أنحني أمام هذا الرجل الذي أنا يعني أوجدت له هذه المواصفات. أنا أحس هذا النص هو أيضا ينحني بهذه الكلمات عندما ينحني أمام هذا الرجل. هل شعرتي بمثل هذا الأمر ولذلك غادرتي أنت للتأملات أو لأسئلة الفلسفة؟ فيك تقول لأنه ما بعرف إذا الكل بيكون عم يكتب بنفس الطريقة أو أنا اللي حاسسته. نحن دوما بنكتب عن شيء مفقود. نعم. أنا بحس حالي أني أنا عم بكتب أو عم عبر عن شيء مفقود أو منتمنى أو منرغبه بهي الصورة أو منحبه بهي الطريقة. نعم. فمنكتب عنه كأنه هو واقع موجود. نعم. حتى برواياتنا بقصصنا القصيرة لما نحن بنكتب عن موقف صار أو واقعي، هو التوجه تبعه أو النهاية تبعته منروح على نهاية يا منحلم فيها يا منعتبرها نتيجة حتمية للشيء اللي مرق فيه البطل. فبظن أنه نحن بنكتب بالنثر تحديدا عن شيء مفقود، عن شيء منحلم فيه. النثر في الشعر ولا في النثر في القصة والرواية؟ النثر بالشعر، لأنه القصة والرواية أنت عم تلبس شخصياتك أفكار معينة أنت حابب تروح فيهم لمجال معين، بينما النثر أنت عم تطلع معك لحالك. يعني بلحظة ما بتحس بإحساس معين، بتحس أنك فرغت هالشيء على الورق، لما بتجي بتقرأ بتطلع أنه أنت شو طلع معك شو كتبت. فبحس بالنثر الشعري أنه أنت عم تكتب عن شيء بتحلم فيه أو بتتمنى أو هو مفقود عندك أو مفقود أو غايب تماما. طيب بس مع ذلك يعني أنا شخصيا أنا بحكي لك، وهي يمكن ملاحظة عامة، كل السيدات اللواتي كتبنا منذ البدايات، يعني استثناءات قليلة، يعني حتى لا استثني غادة السمان لأنه مجموعتها الأولى القصصية هي عيناك قدري، وهي أيضا عيناك قدري يعني عملية بناء قفص لأنثى جميلة من أجل أنه يعني يشوفها هي داخل القفص الرجل يعني. ولذلك أنا لا يعني لا تهز مشاعري هذه الكتابات. الرجل رجل، هو بالأخير نقطتين فوق بعض هو فرد، والمرأة الأنثى هي نقطتين فوق بعض هي فرد، ولذلك هذا التساوي بينهما. مثلما تحتاج المرأة إلى العاطفة من الرجل، أو يعني بتشوفه في بالحلم بمواصفات معينة أو بصفات معينة، أيضا الرجل هذا. ولذلك لا مجال في النص الأدبي للانحناء. كل هذه الكتابات التي فيها تنهدات، التي فيها يعني منادات، والتي فيها هاي في كثير من الأحيان أنا أشعر بأنها تسيء للأسف لكتابة للكتابة النسوية أو لكتابة المرأة، وبتشعر أنت وراها مباشرة في امرأة موجودة وهي منحنية تتحدث وهي منحنية. نحن لا نريد لهذه المرأة أن يعني وتعرف بالكتابة أنه هي تنحني أمام الرجل كائنا من كان. هلا هي فيك ما تعتبرها أنه انحناء، هي بالعموم لما الأنثى أو حتى الرجل عم يكتبوا عن الغزل بالطرف الآخر، هنا عم يكتبوا عن حالة حب، هنا عم يقدسوا الحب، هنا عم ينحنوا للحب، هنا عم ينحنوا للمشاعر اللي الله خلقهم فيها وخلقها فيهم. فهن التعبير هون مو كرجل، يعني لما قالت له عيناك قدري هي مو قصدها أكيد أنه عم تتغزل فيه كشخص، قد ما هي عم تتغزل بمشاعرها القوية تجاهه لحتى تشوفه أنه هو المثال الأعلى والقدوة والشريك والحبيب ومن كل النواحي. فأنا بظن كل اللي الإناث أو حتى الرجال، لأنه في عندك رجال بيتغزلوا بعيون السيدة بمحبتهم إلها بنفس الشيء، فهن هون الاثنين عم يشرحوا حالة حب عم يجسدوها بملامح هذا الشخص أو مشاعره أو الشيء اللي عم يمرق بيناتهم فيه ويكتب. هي المشكلة هي عندما تكتب المرأة وعندما يكتب هذا الرجل، يعني ليست المرأة هي الجدار الذي علينا يعني يقف في وجهنا من أجل أن نرى الحياة إطلاقا. أكيد. المرأة أمامنا هي أشبه بالمرأة اللي هي بتفتح لنا الحياة، وبالمقابل نفس الشيء الرجل هو المرأة التي ممكن تفتح لنا. أما أن يصبح الرجل أو تصبح المرأة هي الجدار من خلال هذه التعبيرية المرأة
تجاه الرجل أو الرجل تجاه المرأة هي هذه الكتابات التي للأسف الشديد يعني تدمر النص أحيانا في كثير من الأحيان، والتي ترينا هذه الصورة لهذا الانحناء. هذا ما قصدت. أنت عندما تقرأين الغزل مثلا على سبيل المثال، هذا الغزل العرفاني عند جلال الدين الرومي ولا في عند الخيام ولا عند الشيرازي ولا عند سعدي الآخر، يعني أنت سترين بأنه هذا الغزل غزل جميل، غزل في كل الأشياء اللي بحسها نحن ممنوعة، ولكنها هو غزل هذا العرفاني الجميل الذي يصل إلى عوالم مختلفة، يعني بعيد عن هذا التشخيص أنه هذا رجل صحيح. ولا هذا مرأة. أنا هذا صحيح. قصدي، لأني أنا أحب المرأة بصراحة أن تكون فردا ولا أن تكون أنثى، مثل ما أحب أن الرجل أن يكون هو يعني فرد، ما يكون فقط أنه والله هو رجل يفوت عابس وطالع عابس ومكشلح ذرعانه ويرجع عضلاته ولا فاتح هيك صدره ويرجع شعره ولا لا، يعني لا، هذه هنا الفردية، يعني هذه هنا البطولة أن تكون أنت فرد يعني شايف الناس بطريقة أو بأخرى. أما المرأة أن تشعر بسبب هذه الظروف الزمنية المتراكمة الطويلة التي دائما تشعر المرأة بأنه هي ضعيفة وأنه هي تابعة وتمشي في ظل الرجل، أنا لا أقبل ذلك. أنا أريد للمرأة أن تكون شجرة ولا أن تكون ظلا لأي رجل، من إن شاء الله يكون محمد علي كلاي، مين ما يكون يكون، يعني ما لازم تكون هي هذا. على أي حال، أنا بدي أنا أحكي بشغلة اللي هي الجوائز اللي أنتوا بتبنوا عليها، وأنا مع بناء هذه الأحلام، لكن بحس أنا أحلام مثل أحلام رملية، يعني مساوي قصر نحن على الشاطئ من رمل، تيجي موجة صغيرة ونحن ما منتبهين إيش اللي شالته. فأنا والله إنه مشان يعطوني أنا تقدير لهذا، لا خليني أنا أقعد أقرأ لي كتاب مثل عالم أحسن ما أتلهى بهاي الأشياء الأخرى لهذا. لكن في بعض الناس للأسف الشديد أنا بشعر من زملائنا وكتاب ذولا نحن نعتز فيهم، يعني أنت من بناتنا اللي بنعتز فيهم، من أديباتنا اللي بنعتز فيهم، لكن أحيانا يذهبوا إلى أمكنة من أجل المشاركة في أمكنة. مين هو هذا الرجل اللي هو اسمه صلاح مثلا؟ هو أديب مصري قديم ومسابقته أقدم مسابقة عربية على فكرة. إيه بس يعني هو شو أهميته؟ ولا لما أنا أتحدث عن نجيب محفوظ ولا أتحدث عن محمود تيمور ولا أتحدث عن يوسف إدريس ولا هلا أتحدث شوف رجعت يعني لنقطة رجعت يعني لنقطة مهمة هلا أنت بهاي هلا الموضوع. شوفي في ناس هذولا أستاذة رنا، يعني افترضي أنا هلا أنا بعد عمر طويل اسمي أنا محمد يوسف، عندي بنت أنا حبتني كتير أنا كأب، اجت معها قرشين مصاري، جوزت تاجر، جوزت هذا، قالت والله بدي اساوي جائزه لابوي لانه ابوي كان يكتب وكان عنده مؤلفات، فساوت هي جائزه محمد يوسف مثلا على هذا الاسم، وهكذا يعني اللي عم تصير هذا. لا في ادباء كبار نحن بنتشرف، انت شوفي مثل جائزه طيب الصالح مثلا، وبتشوفي اسماء اخرى موجوده، هي هذه المسابقات اللي نتمنى. هو لهيك عم اقول لك انا على الفرق بين جائزه واخرى، في جوائز معموله لمديريات معينه ان كان بالمغرب او بمصر او بالجزائر او يعني تقريبا او بقطر حتى، وفي منهم على مستوى كتير كبير على اسماء كتاب ومستوى مجلات وجرائد ومهرجانات بيسوون، فحتى في يعني مثل مجله الشارقه مثلا بتستقبل كل المشاركات بتحب اللي بتحب انت تشارك فيها، بتبعث لهم بتراسلهم عجبتها الماده بتنشرها، هي لا مسابقه ولا شيء، مجرد انه عم يقروها وبيطلعوا على الماده اللي انت عم تقدمها. بس احنا ما فينا نقول انه ما في فائده. اول شيء بحركه المسابقات هن عم بيشجعوا الكتاب والثقافة والأدب وعم يعملوا لهم انتشار، عدا أنه أغلبهم عم ينشرون بكتب، يعني أنا في عندي مشاركات بكذا كتاب جماعي ربحانين وشاركوا بمعارض. طب أنت هيك لو ما ربحت شيء مادي بس أنت انطبعت قصتك اللي فازت بكتاب مع مجموعة أدباء وتوزعت حوالين العالم. جيد. أنا يعني والله يعني أنا بعتبر أنه المسابقات عم بتشجع الكاتب لأنه ما يكتب بس لنفسه. نحن هلا ما حدا بيكتب لنفسه، لا اغلبنا حاليا، يعني هلا اذا انت مثلا ما انا نحكي عن نفسنا، خلينا نحكي عن كاتب ما معه اجور الطباعه. إيه؟ انت قصدك الان اني انا عم بكتب ما حدا مسأل عني شو كتبت، تماما ما حدا عم يعرف شو كاتب، ما حدا عم بيقيم لي. أيوة. تماما يعني انت هذا قصدك، فانت المسابقات عم بتساعده، لكن ايه بس هذا الانتشار لما يكون هيك على يعني انتشار يعني منه لائق، لانه شوفي لا هو مو حلم، هو مو حلم بالنهايه. أيوة. هو عم اقول لك هو مبادره، انت عم تكتب نعم، مالك خسران شيء لما عم بتشارك بنص كتبته بهي المكان او هذا المكان او هذا المكان، انت ما خسرت شيء، ما انت كاتب، انت كاتب عم تكتب، وهي مهنتك او مو مهنتك، نحن لانه الكتابه ما هي مهنه، بدك تعتبر هي هوايتك الاقرب لك اللي انت عم ترتاح فيه. بتعرفي يا استاذه رنا انت عم تقولي انا ماني خسران شيء اذا بعثت، تمام بتعرفي انت الخساره قديش؟ هلا بدي اعطيكي بس هيك تبسيط صغير هيك ونشوف عليه قديش اثاره. افترضي انه انا هلا انا صحفي وجيت لعندك استاذه رنا، ممكن تحكي لنا والله نحن على هاي القضيه في تعدديه اصوات في الروايه او في انه الروايه مهمه ولا مو مهمه، باخذ رايك انا هيك 4 اسطر 5 اسطر او دقيقه وانت عم تحكي،
وروح أنا لآخر أنت ما بتعرفيه، أو لإنسانة أخرى كمان أنت ما بتعرفيها، لما يطلعوا كلياتهم هنا منشورين بجنب، بتحسي قديش الفرق واسع ما بين أنت وثقافتك وبين الآخر. فهذه عملية التجميع اللي هيك فيها خسارة كبيرة، إنه كيف أنا طلعت مع هذول. بالعكس أنا بعتبرها هي الناحية كتير مليحة. لا. حلو إنه يكونوا كل هذول مع بعض، يتعلموا من بعض، يشوفوا أسلوب بعض، وموجودين بمكان واحد اللي هو هذا الكتاب المجمع اللي صار أو هذا المهرجان اللي كان. ما نحن شلون نتطور؟ نحن إذا أنا ما قعدت سمعتك وأنت قعدت سمعتني، أنت شفت الشيء الناقص اللي عندي وقلت لي لو عملتي هيك أو هيك عندك، أنا سمعت الشيء المنيح عندك وأخذته من واعتمدته، شلون بدنا نتطور؟ طيب إذا الجيدين قعدوا كلهم مع بعض، أو اللي واصلين للتوب معين بالكتاب قعدوا مع بعض، واللي لا لساتهم بأول طريق قعدوا مع بعض، نحن ما طورنا حدا. طيب خليني أنا بس أخذ هاي الناحية، إذا كانوا الجيدين كلياتهم طالعين مع بعضهم أم أقرأ له الحوار أنا، أو في اثنين زينا هيك أمام التلفزيون، اثنين كبار كتير هيك عم نسمعهم ونحن نتفرج عليهم، عم نتفرج على أدونيس، عم نتفرج على أدوارد سعيد، عم نتفرج على دولة، ما أنت ما بتحسي إنه هذا الشيء المهم كتير؟ لأنه كلياته اللي خلينا نسميه العظمة الموجودة أو المهابة الموجودة داخلها هي سوا. بس أنت إذا جبتي أدونيس، أنت مثلاً حطيتي قدامه حسن حميد، في فرق شاسع، وهائل بده يكون. شو جاب هذا لها؟ أنت بتحسي هيك. فأنا هذا لما يكون الجيد مع الجيد، هو هذا إحنا اللي بدنا إياه. ويكون هلأ الآخر، يعني هذا الآخر اللي خلينا نقول منه جيد، يتعلم من الجيد، أوكي، يعني هاي بالعكس، هاي كلياتنا هيك، لأنه هذولك أشبه من مدرسة أنه بدون يتعلموا. بس أنا أخاف على اسمي، أنا كرنا العسلي بخاف على اسمي، أنا ببعته لمكان آخر بيطلع معي واحد آخر كمان مجهول أنا ما بعرفه مين هو. هي المشكلة اللي عم تصير. هي من اختلاف وجهات نظر على فكرة. طبعاً هي اختلاف وجهات نظر. لأنه أنا مثلاً لما بيدعوني مثلاً مكان معين لنشاط ثقافي، ما بسألهم مين معي، وما عندي مشكلة يكون اللي معي أدنى بالمستوى أو أعلى بالمستوى. بالعكس أنا بعتبر أني أنا بستفيد من هذا وبستفيد من هذا. مثل أنا مثلا، أنا فيني طبع، إذا بفتح كتابه بمل منه بدي كمله، يعني بدي كمله. ليش ما كمله؟ يعني أنا بجوز لما عم كمله والانتقادات اللي عم تطلع معي تجاه الكتاب السيء، أنا عم مرن حالي. جيد، شوفي أنا مثير كل هاي الأسئلة، قد أكون مقتنع فيها قد ما أكون مقتنع فيها أنا، لأنه أنت بتمثلي جيل وبتمثلي حالة الآن ثقافية مهمة، وهي منتشرة، وهي في كثرة، ولها حجمها ولها صوتها ولها أيضا مهابتها وكيانيتها. يعني إحنا شوي الختيارية بنروح لأجواء أنه لا، بدنا كل الأمور تكون ضابطة على الأخير وبدقة، ويكون يعني تبعين البدلات مع تبعين البدلات، واللابسين قمصان مع تبعين القمصان، والحفيانين مع الحفيانين، والمدري شو إلى آخره. فدائما نحن ننظر إلى هذا، ولكن أطرح هذه الأسئلة نحن مشان التجاذبات الأخرى. طيب خلينا نروح شوي لعند رنا العسلي نشوف شغلها نحن. رنا، أنت يعني كتبتي في الرواية وكتبتي الآن في القصة وكتبتي في الشعر، أني تجدين نفسك بصراحة؟ أوكي، هلا نحن أنا بحب كل الأصناف اللي كتبت فيها، وأكيد لو ما بحبها ما كنت كتبت فيها. صحيح. بس ميالي للرواية بشكل أكبر. نعم. رغم أنه أغلب أصدقائي بيقولوا لي نحن منشوفك بالقصة القصيرة وحبوا لي القصص القصيرة أكثر، بس أنا يمكن بحس لما بدخل عالم الرواية أني أنا فعلا بعطي طاقة وبفضي طاقة أكبر، وبفضي أفكار بكون أنا جواتي زعجتني ضايقتني حاببتها. فيني تعدد الشخصيات والمساحة والورق اللي حرة فيه أنا قد ما كتب فيه بتعطيني مجال. يعني ممكن نتوقع أنه أنت خلص تمشي تشتغلي بالرواية كاملة، ما تعودي للشعر، ما تعودي للقصة؟ لا، ما هو بالضرورة أني ما أعود لشيء منه، لأنه أنا كنسريات يعني يمكن توقف معك كل يوم تكتب لك سطرين، كل يومين، كل ثلاثة، ممكن باليوم الواحد تكتب 4-5 سطور وأنت في ناس مالك بالليل الوحدة بزاوي ديوان. تماما. فأنا هدول بضلوا على الورق عندي، ولهلا أنا من الناس الميالة بكتب على الورق، ما بحب الكتابة الإلكترونية ولا أنا، كله على الورق. فبيوم من الأيام بلاقي حالي فاضي أرجع أشوف شو كتبت، كون عملت ديوان من المكتوب، أكيد ما راح أقوم هلا أعمل أنا ديوان. طيب رنا، أنت مين تشوفي من يعني من جيلك، أو خلينا نسميه من جيلك الأدبي مش الجيل الفيزيائي يعني العمر، أنا أقصد من جيلك الأدبي الآن، هيك بتحسي إنه ناس هذول بتحسي إنه هن لا كويسين وممكن يصيروا هن كتاب كبار على يعني لهم قيمة كبيرة؟ من هلا ما بدي نعدد أسماء منشان إذا ما بيزعجك لا تعددي، إذا بس أنا بعتبر بالعموم ويمكن هي قاعدة عندي أو حكمة عندي من يوم يومي، إنه كل حدا فينا قادر يكون كاتب، وكل شخص ما دام بيقدر يطلع اللي جواته ولو كان ببدايات بسيطة وبعدين هذا. أنت عم تحكي عن مجموع الكتاب الموجودين الآن. أنا حتى يعني حتى لما بيقولوا لك مثلاً إنه هذا اللي قاله مشعر،
هي كثير كثير بنسمعها لما بنكون بجلسات حواريه. شخص ما بيطلع بيقول له لفلان انه اللي قرا هذا اللي قريته انت مو شعر ولا هي مثل الشعر بصله هيك بقول له. انا بتضايق من هي الملاحظه، بتضايق لانه هذا الشخص بنظره عطى شيء من عاطفته وقوته البلاغيه اللي بيقدر عليها، لسلامه اللغه اللي عنده اللي هو يعني على قد ما بيقولوا امكاناته، وطلع هالنص. طيب ما بصير انا اقول له لواحد تعبان على نص، او حتى لو ما تعبان عليه، حتى لو بس تفريغ على ورق، قال له هذا مو شعر. الشعر ما له قاعده بالاخير. طيب. في النثر، في الخواطر، في الهذا، في كل شيء. رنا سامحيني، انا بعطيكي مثال هلا. اذا انت اعطيتيني خشبه وقلت لي هذه الخشبه هاي، عم تقولي لي هذا رغيف خبز، وعم اقول لك انا مو رغيف خبز، تزعلي؟ ليش تزعلي؟ يعني شو بدي لك، يمكن انا اكثر مع جبر الخواطر اكثر مع ما في جبر خواطر الحسم الصعب بالموضوع. لا رنا شوفي عزيزتي، نحن يعني علينا نتصارح في هذا الامر. عمليه كتابه الشعر وعمليه كتابه الروايه، عمليه كتابه القصه، مو جمعيه خيريه. لا اكيد. وليس طبعاً. هو عمليه يعني انه والله قعدت هي مثل بيت فستق كما نقول نحن، امدحك وتمدحيني وناخذ ونعطي. لا لا، ولا هي انه انت سويت دور جيد انا بدي ارد لك اياه. لا، هذا بيخرب الحاله كلياتها، بيخلينا كليات نحن كلياتنا شعراء يا استاذه. انت بالبيت ما بتحسي جوزك شاعر؟ ما بتحسي ابنك شاعر؟ ما بتحسي الكاسه اللي تشربي فيها انت هي شاعر؟ انه غلينا هي هنا شوية الشاي، حتى موديل الفنجان اللي بتحطها الطاوله بدك تشربها بالمراء، انت بلحظه معينه اكيد. إيه بس شيء اخر، ليش واحد مثل جوستاف فلوبير مثلا جاء واحد مثل موباسان، مو يعني واحد يعني اي كلام يعني، وكانوا قاعدين هيك والدنيا عندهم برد بهذيك البلاد عندهم هناك، قدامه في هذا تبع النار اللي بيحطوها بالحيطان، ما بعرف شو بسموها، النار الشعلانه هاي، بيقرا بيقرا بيقرا، بيقول له خلصت؟ عم يكون عم يسمعه، يقول له خلصت؟ بيقول له اعطيني لاشوف، بياخذها هيك ولا بيشوفه، يمسكها هيك بزتهم للنار. هذاك مو بس بده يبكي، يعني بده يموت، كانك انت عم تعدمني لما عدمت النص، يكبه للنار، يقول له هذا اجدر به ان يكون هنا. بيكون احيانا لجمله ركيكه كانت او لتركيب منه كويس، هي اللي بتخلي الكتاب بصير انه عندنا في موباسان واحد فقط في فرنسا، بصير عندنا نحن فلوبير واحد في ينحبط خلي يروح يساوي لنا مثلا، هذا يروح يشوي عرانيز ذره مثلا بصير احسن. واحد يروح يصير شوفير كويس، إن احنا بحاجه للشوفير الكويس، بحاجه لواحد يعرف يشوي عرانيز ذره، اما كله بده يكون صور شعر. ما في واحد منينا الا جواته في شاعر وروائي وحكواتي. أيوة هذا تماما. بس اي واحد يهبب يقول المصاري يهبب علينا اي شيء هباب بدنا نسميه احنا شعر، ونقول والله لا تكسر بخاطره، وخاصه البنات هلا انه لا يا اخي والله انت خجلت ولا لا يجوز مثل هذا، لا يجوز. الكتابه هي مسؤوليه، مثل ما واحد امام العالم هيك بده يحميه، هو جندي يبقى حامي لهذا طوال هذه الفترة، هو يحمي هذا العلم وهذه السارية الموجودة فيه. يعني هذا موضوع هو طويل، أنا آسف بس أنا أحكي أمامك لأنه أنا من جيل وأنت من جيل، وأنا أتمنى فعلا هذا. طيب تحبي تحكي شيء في ختام هذا اللقاء الذي أنا سعيد به حقيقة؟ يعني أكيد أنا أسعد، وقلت لك أنه مجرد أنه أكون قاعدة قدام حدا من نفس الوسط في المجال سلامي. فهو بيكون أقدر على أنه يوجه لك أسئلتك من أي مقابلة تانية. كثير سعيدة أكيد بمعرفتك، أنه نحن نعرف بعض من بعض فعلا. صحيح. من بالاسم. صحيح. وشكرا كثير لهالاستضافة. يعني أنا سعيد، وأنا دائما بعيدا عن كل هذه يعني كل واحد أراه بيكون أحيانا استحكامات بيعمل مثل خنادق حواليه ويتخندق في هذا، لكن أنا سعيد بهذه الروح الشبابية التي يعني تخرج لنا هذه النصوص وتخرج لنا هذه الطباعة الكتب المطبوعة في أجناس مختلفة، وهذا كلياته في الأخير بده يتم نوع من أشبه بحالة يعني شواغل كثيرة مع بعضها البعض تندمج من أجل أن يصدر هذا الكتاب الذي نحب. عشرات مئات آلاف الكتاب كانوا في روسيا، خرج لنا فلان وفلان فقط هذا. صحيح. وفي فرنسا هكذا، وفي بريطانيا هكذا، وفي أسبانيا هكذا إلى آخره، ولكن كل هؤلاء أصحاب جهود ونقدر هذه الجهود ونحترمها، وأيضا نقف إلى جانب جبر الخواطر أيضا مع ذلك يعني إلى هذا. أنا سعيد بهذا اللقاء عزيزتي رنا العسلي الأديبة والشاعرة، شكرا لهذا الحضور، وأرجو لك التقدم، وأرجو أن نرى لك أعمالا كثيرة أخرى أيضا تطوف في أمكنة كثيرة خارج الحدود، حدود البلاد السورية العزيزة. وبعد أيها الكرام، شكرا جزيلا لحضوركم معنا لهذا اللقاء لنتعرف على هذه الكاتبة العزيزة رنا العسلي، التي تمثل يعني صورة من صور هذا الجيل الأدبي الطالع الذي يتقحم بجرأة وجسارة يعني مرغوبتين لأقل من أجل كتابة هذه النصوص.
مختلفة، لأن كل هذه الأجناس الأدبية وهي بين قوسين فنون كلها تحتاج إلى مثل هذه الجرأة ومثل هذه الجسارة من أجل أن تتطور وأن تقفز من فوق حيطان للأسف الشديد أوجدتها أحيانا العادات والتقاليد والأعراف أو ما نسميه نحن هذه التقديسات التي هي لا علاقة لها بالقداسة. شكرا لكم وشكرا للعزيزة رنا العسلي وإلى اللقاء.